فاروق عمر رضي الله عنه في جمع من أصحابه فسألهم: من شاعر العرب؟ قيل: امرؤ القيس بن حجر الكندي. قال: فمن أكرمها؟ قالوا: حاتم بن عبد الله الطائي. قال: فمن فارسها؟ قيل له: عمرو بن معدي كرب الزبيدي المدحجي. فقال الفاروق رضي الله عنه: انهضوا فقد ذهبت اليمن بالفخر. فمن هو فارس العرب؟ إنه فارس اليمن خاصة والعرب عامة، صاحب الصمصامة، مضرب المثل في الشجاعة والإقدام في الجاهلية والإسلام، هو أبو ثور عمرو بن معدي كرب الزبيدي المدحجي. قال أبو تمام: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. سيف عمرو كان فيما سمعنا خير ما أطبقت عليه الجفون فوهبها إياه، وكان مكتوب في نصر الصمصامة: ذكر على ذكر يجول بصارم، ذكر يماني في يمين يماني. اليمن أصلي ونبعي، فخرنا والفخر شرعي.